أهمية المعرض هو نوع من الاستكمال لمشروع دعم اقتصاديات الأسرة العامل الذي أطلقه الاتحاد العام لنقابات العمال لإقامة دورات تدريبية لتعليم المرأة العاملة أو أحد أفراد أسرتها مهنة لتأهلها لدخول سوق العمل وتكون داعم إلى جانب الرجل. الهدف منه هو التعريف بمنتجات المرأة، منتجات المرأة العاملة وتصريف وتسويق منتجاتهم، ويكون اللبنة الأولى لتأسيس لمشروعاتهم الاقتصادية. عدد المشاركات أغلب أكثر من 62 مشاركة بالمعرض من كافة القطاعات وكافة المنتجات. المعرض مستمر لمدة 5 أيام. أول مرة بشارك بهيك معرض صراحة، يعني اجتني الدعوة وكنت كتير مبسوطة أنه اشتغل باختصاصي، يعني هاي أول مرة وقدمت باختصاصي مربيات مخللات، في زيوت عطرية، زيوت طبية، كمان صابون طبي، صابون تجميل، كريمات تجميل، كلياتها شغل بيتي بحت، يعني نهائيا ما بتدخل فيها ولا آلي أبدا أبدا أبدا. أنا حبيت أشارك باتحاد العمال بالشمع الخيزران مهنتي، وصلي تقريباً متدربة 7 سنين، بس صلي 10 سنين هوني.